تحكم مؤخرا منطقة تهلا الشام على غرار المناطق المجاورة اجتياحات واسعة ومتكررة للرعاة الرحل، ويتابع اتحاد تهلا الشام باستنكار وقلق شديدين هذا الوضع الغير مسبوق، خاصة بالنظر إلى الأعداد المهولة من الماشية ونوعية الرعاة التي تميل إلى العنف والعدوانية وتتخوف الساكنة المتضررة من خطر تفاقم الوضع وتفشي هذا المشكل الاجتماعي والبيئي والأمني وخروجه عن السيطرة. فهؤلاء المقاولون لا علاقة لهم بالرحل التقليديين، إذ يمتلكون جحافل من آلاف الأغنام والماعز والإبل ورؤوس أموال ضخمة وأساطيل من الشاحنات والدراجات، وأصبحوا يستبيحون حرمات الدواوير وممتلكات الساكنة ويلحقون الأضرار الجسيمة بالأشجار المثمرة التي تعتبر من الموارد الأساسية للساكنة، وذلك بدون رقيب ولا حسيب، ضاربين عرض الحائط كل الأعراف والقوانين. وعلى إثر ذلك فإننا نستنكر هذه الاعتداءات وكل أشكال الترهيب والترامي على الممتلكات من طرف هؤلاء الرعاة، ونحن تضامننا المطلق مع ساكنة تهلا إرشان وجميع المتضررين والمناطق المتضررة من الرعي الجائر، مطالبين السلطات المعنية وكل الجهات المسؤولة بتوفير الأمن للساكنة المتضررة والحماية لممتلكاتها بتبني مقاربة استباقية تجنبا للاشتباكات وتنصيف المتضررين. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.